بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الجمعة الموافق 19/20/20 من مجزر البساتين، وبالإشراف على توزيع صكوك لحوم الأضاحي، تم تحميل 13 طن موزعة على المحافظات الآتية: الإسكندرية 4 طن، الفيوم 3 طن، بني سويف 3 طن، الجيزة 3 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتوصيلها للسادة وكلاء الوزارة، توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.